قبل ثوان فقط سمعنا هذه الأصوات، وهي استمرار للغارات الجوية الإسرائيلية على غزة. إذن هذه الأصوات التي سمعناها الآن والتي تظهر صورتها مباشرة على الشاشة هي من جراء الاستهداف للقصف الجوي الإسرائيلي لغزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.